بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم في حلقة جديدة من حلقات رمضان، وسنتكلم اليوم عن الفوائد المترتبة عن الآية التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبمجرد ما يصوم الإنسان، قلنا في حلقة من الحلقات الماضية على أنه يكون هناك نزول في مستوى الهرمون الأنسولين. فلما كينزل المستوى ديال الهرمون الأنسولين وينزل إلى الحضيض، ماذا يأتي بعد ذلك؟ نشاط واحد مجموعة من الهرمونات، والتي تسمى بهرمونات الكاتيكولامين. هذا الكاتيكولامين تساهم في إخراج الدهون البطنية وفي إخراج الدهون الموجودة في الأرداف. فبمجرد ما تخرج هذه الدهون يتم تحليلها، وحينما يتم تحليلها فإنها تصبح أداة وتصبح يعني هيدروكربون لإنتاج الطاقة. وهذه الطاقة نوع جديد، ليست كالطاقة السكرية بل الطاقة الكيتونية. وهذه الطاقة الكيتونية لما تم يعني التمييز ديالها مع الطاقة السكرية، تبين بأن الطاقة الكيتونية أكبر بكثير من الطاقة السكرية، والطاقة الكيتونية أحسن بكثير من الطاقة السكرية، والطاقة الكيتونية أقوى بكثير من الطاقة السكرية. وبالتالي بمجرد ما تشتغل هذه الطاقة الكيتونية، والتي تتطلب من جسم الإنسان أن يكون جائعا أو صائما أكثر من 16 ساعة، بمجرد ما تبدأ يعني هذا المحروق الجديد وهذا المولد للطاقة الجديد يعني يتفاعل أو يؤخذ، فإن النتيجة يتم تشغيل وإنتاج هرمون عجيب وعجيب جدا يسمى بهرمون BDNH. هذا الهرمون هذا الدور دياله وهو تنقية الخلايا الدماغية، وكذلك إصلاح الخلايا الدماغية، بل تجديد الخلايا الدماغية. فتصور أنه كيتم عندي تجديد الخلايا الدماغية وتنقية الخلايا الدماغية وكذلك إصلاح الخلايا الدماغية، بمعنى أن الدماغ ديال الإنسان ممكن أن يجدد تلقائيا بفعل الصيام. وحينما أقول تجديد الخلايا الدماغية، بمعنى أن الإمكانية ديال تخزين المعلومة كتكون واردة، والإمكانية إخراج المعلومة كتولي واردة. فالوليدات ديالنا إلا كانوا صايمين كيتفعلوا لهم هاد لي بي دي ناش، وبالتالي المردود والنتيجة ديال الامتحانات أثناء الفترة ديال الامتحانات ممكن أن تكون عند الأبناء ديالي في مستوى عالي وعالي جدا. إذن هل يجوز أن الوليدات ديالنا يصوموا؟ طبيعة الحال خص الوليدات ديالنا يصوموا، لأنهم أحنا تبين لنا من خلال المعطيات العلمية على أساس أن الصوم كان سبب في إنتاج طاقة جديدة وإعطاء كذلك هرمون مفيد الذي سيمكن الوليدات ديالنا من أنهم يدوزوا امتحان على أحسن ما يرام. وأنا كنتمنى أن الامتحانات كلها تكون في شهر رمضان، أو الامتحانات تعطى يعني أوامر على أساس أن يدار الامتحانات في أيام الصوم ديال الوليدات ديالنا، لا لشيء وإنما لتفعيل هذا البدينف لإصلاح يعني الدماغ ديال الوليدات ديالنا. بل ما لا أتكلم فقط على الإصلاح ديال الوليدات ديالنا، بل حتى الإصلاح ديال الدماغ لدى الرجال ولدى النساء ولدى الشيوخ ولدى العجزة. وبالتالي إذا تم إصلاح الدماغ ديالهم، ممكن أن الآباء ديالنا ما يتصابوش بالألزايمر، ممكن أن الآباء ديالنا ما يتصابوش بالباركنسون، ممكن أن الآباء ديالنا ما يتصابوا، الوالدين ديالنا ما يتصابوش بالسكليروزون بلاك، وما إلى غير ذلك من الأمراض العصرية. ومن كان السبب في هذا الأمر وهو إنتاج هذا الهرمون العجيب والذي يسمى بهرمون BDNH. وبالتالي من كان السبب في إخراج هذا الهرمون وهو الصوم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكم مني أفضل التحيات، الدكتور محمد أحسين.